تعالوا بقى نروح لرياضة تانية وكرة اليد تحديدا. عايزين نعرفكم من اتحاد كرة اليد قرر ان المرحلة التانية من دوري المحترفين محترفي كرة اليد للموسم الحالي هتنطلق يوم 6 فبراير المقبل ان شاء الله، بعد ما ينتهي كل اللعيبة الدوليين من بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي بالمناسبة هتستضيفها مصر ان شاء الله في الفترة من 17 ل 27 يناير المقبل على مجمع الصلاة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. الجدير بالذكر ان بيتاهل الفائز باللقب في هذه البطوله الى دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024، وعايز افكر حضراتكم ان الاهلي هو اللي متصدر جدول الدوري. اما عن مجموعه منتخب مصر في البطوله الافريقيه فبتضم غينيا والكاميرون والكونغو برازافيل. بالنسبه لمنتخب مصر هنا هنتكلم طبعا وفيتوريا، هو عنده منافسات طبعا بطوله امم افريقيا وكلنا عندنا منافسات، مش هو بس ولا المنتخب بس، هي في كوت ديفوار ده هيكون يناير اللي جاي. طيب بالنسبه لاتحاد الكره هو عايز يوفر الاجواء طبعا المناسبه، وده يكون عشان تقدر ان انت تنافس بقوه، كل الامور تبقى عندك، لقب مهم جدا غايه كمان، واكيد في الاول وفي الاخر انت عايز يبقى عندك كل حاجه متوفره، تلبيه مطالب المدير الفني، كل حاجه تكون موجوده قبل طبعا البطوله. طيب فيتوريا عايز من الحاجات اللي طلبها ان هو يبدا معسكر البطوله من يوم 3 يناير، وانه يكون كمان في مباراه وديه مع منتخبات من نفس التصنيف او تصنيف تاني، اعتقد امر مشروع جدا. واتكلمنا عن النقطه دي قبل كده وقلنا مش طبيعي ان انت تبقى داخل على بطوله كبيره وانت مش جاهز كمان فنيا، ومش عامل اكتر من مباراه وديه مع مستويات كمان اعلى منك. لما انا ابقى عايز مستوايا او اتعود على الصعب لازم الاعب حتى وديين حاجات، او خلينا نقول مستويات يا شبه هي اعلى، لا يمكن ان انا انبسط وانا بنافس فرق اقل، يعني شفنا ده في المعسكرات اللي فاتت اعتقد ما اتتش ثمارها في المباريات بعد كده، ده كلام منطقي ما اعتقدش حد ممكن يختلف فيه. فيتوريا كمان طلب تقرير نهائي عن موقف احمد حجازي ومحمود الونش وموقفهم من الالحاق بالبطوله، خاصه احنا بنتكلم ان هم كانوا غابوا للاصابه يعني مؤخرا. طيب البطوله هتنطلق امتى؟ يوم 13 يناير زي ما كنت اقول لحضراتكم، وباذن الله نقدر باذن الله نقدر نحقق اللقب اللي غايب عننا من كام بقى؟ شويه حلوين 2010 طبعا. ونرجع نقول تاني لما تيجي تتكلم عن منتخب مصر بترجع تاني تقول اصل احنا كنا، اصل انت كنت، لما تيجي تتكلم دايما عن النجاحات بتاعتك تقول اصل انا كنت، دي صعبه جدا، مفيش حاجه اسمها اصل انا كنت، انا ممكن اكون كنت بس انا فين دلوقتي؟ انا بقالي 13 سنه من 2010 مش موجود، في ناس بتقول لك انا بدور على منتخب مصر مش لاقيه. فللأسف الشديد بطولة غايبة من 2010، دلوقتي احنا اصبحنا الرقم القياسي او اصحاب الرقم القياسي بقي فوزا باللقب برصيد 7 ألقاب، فبتهيألي حقنا ومش بعيد عننا خالص، ومش حلم هنقول بقى نتمنى يصبح حقيقة، هو مش حلم اصلا، هو كان واقع سنوات كتيرة جدا. فاعتقد اتس تايم زي ما بيقولوا.